اعتقال راق متلبسا بممارسة الجنس على إحدى ضحاياه. وضعت السلطات الأمنية بمدينة مارتيل أمس الخميس 10 فبراير 2022 حداً للنشاط الإجرامي لشخص كان يدعي امتهانه للرقية الشرعية بغرض الإيقاع بضحاياه والنصب عليهن وهتك عرضهن. وحسب مصدر إعلامي فقد تم اعتقال الراقي المزيف بعد توصل المصالح الأمنية بشكايات ضده، حيث تم ترصده قبل أن يضبط متلبسا بممارسة الجنس على إحدى ضحاياه بالمحل الذي كان يتخذه مقرا لأعماله الإجرامية بحي أحريق بالمدينة السابق ذكرها. وحسب المصدر فإن الراقي وضع رهن تدبير الحراسة النظرية من أجل النصب وممارسة طقوس السحر والشعوذة في انتظار انتهاء إجراءات البحث، حيث سيتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.